هذه المقدمه ليست مسلمه. نعم. لابد ان يفكر الليبيون في التفاهم مع بعضهم. ليس لابد ان ياتي من الخارج، بل لابد ان يدعم من الخارج. يعني يجب ان نبحث مع شركاء، عن اصدقاء، عن ناس تبين الخير، هذه يجب ان نبحث، وسيوجد يوجد في العالم في القانونيين، في الاداريين، في السياسيين، من يبحث عن مصالح بلده موجوده عندنا، ما عندناش مشكله احنا. لكن يجب الحل يكون من الداخل. يكون عندك اراده في الداخل، والا ستظل عبد طول عمرك. جيل كامل سوف يلعنك الاجيال من بعدك لانك حتورطهم. اليوم يجب ان يساعدنا العالم في كتابه الدستور وفي الاجابه على الاسئله الكبرى وفي فك الاشتباك اللي حاصل. عرفت؟ قبل ان يدخل حفتر لبنغازي دعوناه للحوار مرتين، واحده منها دعانا الشيخ سيف النصر، غير سيف النصر، واتصل بي الحاج نفسه وقال لي نستمعوا لبعض وتعالوا ونحن ليبيين. قلت له احنا من يدك اليمين لليسار، واقنعت مجلس الشورى ثوار بنغازي، تكلمت مع القائد وسام وكلمت الاخوه وقلت لهم راهو نحن فرصه ندافع عن انفسنا، نوضح، نتفاهم، نقدم تنازلات مؤلمه من اجل الا ينزف، من اجل الا نفقد. قالوا نحن متفقين معك. رفض حفتر. هذا الرجل قال كنا نخطط قبل سنتين للمؤامره هذه. صحيح. يجب ان يتذكر الليبيين هذه مش طرف. لما واحد يقول لك انا لي سنتين ندبر في الامر هذا، نعم. معناها خش. لما دخلوا في الاغتيالات وقعد يغتال في جماعته ويموت الان في اماكن سيطرتهم، يغتالوا في بعضهم ضباط وكذا، هم اكبر دليل الان اللي هاربين في طرابلس الان، عاصمه الميليشيات هاربين لها الان. عرفت؟ من وجوه الفيدراليين ومن وجوه الكرامه وغيرها. هذا يدل على ان الناس استيقظت لكنها لا تتكلم، ليست لديها الشجاعه في ان تقول يا جماعه غرر بنا.